الجوهرة الغالية. في قديم الزمان عاش تاجر صالح يكسب من تجارته الحلال، فرزقه الله ربحا وفيرا حتى صار شهبندرا للتجار. وكان لشهبندر التجار زوجة صالحة تتعبد كثيرا وتدعو لزوجها دائما. وكان شهبندر التجار يقول لزوجته: لا تبخل يا زوجتي العزيزة على كل من يقرع بابنا سائلا أو يقصدنا محتاجا، فالله الذي وهبنا الرزق الوفير قادر على استرداده إن لم نتصدق منه على الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين. فكانت زوجته لا تغلق بابها أمام فقير ولا تصم أذنيها عن شكوى مسكين، حتى اشتهر بيت شهبندر التجار بأنه لا يصرف إنسانا دون حاجته، فهو يطعم الجائع ويكسو العارية ولا يصد عن بابه إنسان، ولذلك أحبه الناس وأجلوه ورفعوه بينهم إلى منزلة عالية. وكانوا يقولون دائما: ليس هناك من هو أكرم من شهبندر التجار. كما اشتهر الرجل أيضا بأمانته الشديدة، فهو لا ينكر لإنسان مالا له أبدا، ولا يغش في تجارته أو يكذب مهما كان ينتظره من ربح في ذلك، حتى اشتهر بين الناس بشدة الأمانة والاستقامة. وقال الناس عنه: ليس هناك من هو آمن من شهبندر التجار. وكان للشهبندر ابن وحيد أسماه أمين، ورباه على الفضيلة والاستقامة والكرم والأمانة، وعلمه أسرار تجارته وفنون البيع والشراء، واصطحبه معه في الرحلات والأسفار. فحذق أمين أعمال والده وتولاها بنفسه وبرع فيها. ومرضت زوجة شهبندر التجار وماتت بعد قليل، فبكاها أمين ووالده أياما كثيرة. وزادا من تصدقهما على الفقراء إكراما لذكراها. وذات يوم سقط شهبندر التجار مريضا، واشتدت عليه العلة ولم يفلح في تخليصه منها طب أو دواء من كل البلاد والأنحاء، فأوشك على الموت ودنا من حافة القبر. فدعا ولده أمين وقال له وهو في الرمق الأخير: يا ولدي، لقد ربيتك على الفضائل الحسنة، وتركت لك مالا كثيرا وقصرا كبيرا ومزارع وأراضي، وكل هذه الأملاك لا تغني الإنسان ما لم يتحلى معها بالفضيلة، فلا تنسى ما علمتك إياه وما أرشدتك إليه، فادعو الله ليل نهار شاكرا على ما أصابك من نعمة ومال، وتصدق دائما على المساكين والفقراء، فمالك يزيد دائما بالصدقة ولا ينقص أبدا، وكن أمينا دائما يزد مالك وتعظم ثروتك، فالأمانة هي سر النجاح، أما المال الحرام فهو يذهب بغيره من المال ولو كان من الرزق الحلال. وأغمض شهبندر التجار عينيه وفاضت روحه، فشق أمين ثيابه من الحزن ولطم خديه،
وساح من عينيه دمع كثير حزنا على والده. وأقبل الناس معزين في وفاة شهبندر التجار، ودعوا لأمين بالسلوى والصبر وتحمل مصيبته وأحزانه. وتذكر أمين ما قاله والده قبل وفاته، فأقام الولائم الكبيرة للفقراء، ووزع عليهم المال والكساء، وطلب منهم أن يقوموا بالدعاء وطلب الرحمة لوالده. ومضت الأيام وخف عن أمين حزنه، واهتم بعمله فزاد ماله وتوسعت تجارته، حتى اختاره بقية التجار شهبندرا لهم خلفا لوالده، فأصابه شيء من الغرور ونسي كل ما أوصاه به والده، وأخفى في نفسه أمرا. وسافر أمين إلى بلاد بعيدة، فأحضر منها أقمشة من الحرير الثمين، وحليا من العاج، وأخشابا وعقاقير تداوي أفضل من أي علاج. وقام أمين بتخزين ذلك كله في قصره، فتوافد عليه الناس والتجار يريدون الشراء من كل الأصناف، ولكن أمين طلب في بضاعته سعرا عاليا وثمنا كبيرا، وقال للمجتمعين حوله: لقد تعبت كثيرا في الحصول على هذه الأشياء، ولاقيت في جمعها أكبر عناء، ولذلك لن أقبل فيها إلا ضعف السعر الذي يساويها. فذهب الناس ساخطين وقالوا غاضبين: هذا لا يليق بمن كان شهبندر التجار، فهو يجب أن لا يغالي في أثمان بضائعه، وإلا قلده بقية التجار فترتفع الأسعار ويعيش الناس في شقاء من الغلاء. وقال آخرون: رحم الله شهبندر التجار والد أمين، لو كان حيا ما سمح لابنه بمثل هذه الأفعال. ولكن أمين لم يهتم بتلك الأقوال، وباع بضاعته بثمن كبير دفعه له بعض التجار المستغلين، وزادوا في أسعار بيعهم للناس حتى ضجوا من الشكوى والغلاء. سعد أمين بالمال الكثير الذي حصل عليه، وبات قرير العين. وفي الصباح استيقظ مدهوشا على طرقات على بابه، فأمر خدمه بفتحه، فدخل القصر عدد من الفقراء والمحتاجين، يبين الجوع على وجوههم والمرض في أبدانهم، وهم يطلبون طعاما وشرابا أو ثوبا ودواء. ولكن أمين صاح فيهم غاضبا: اذهبوا من هنا أيها المتسولون، إنني لم أجمع مالي لأفرقه على أمثالكم، هيا غادروا داري ولا تعودوا إلى هنا، وإلا أرسلتكم إلى القاضي فيحبسكم ويسجنكم بسبب إزعاجكم لشهبندر التجار. فانصرف الفقراء والمساكين مدهوشين، وهم يضربون أكفهم متحيرين، وقالوا جميعا في صوت حزين: رحم الله شهبندر التجار والد أمين، فلو كان لا يزال حيا لما منع عنا طعاما أو مالا، وما صرف عن بابه جائعا أو مريضا. أما أمين فلم يهتم بما قاله الفقراء، وانصرف إلى نفسه
وقد نسي كل ما أوصاه به والده، فارتدى أغلى الثياب وتحلى بأثمن الجواهر وتعطر بأندر العطور مما يكفي لإطعام 1000 فقير، وقال لنفسه: الآن صرت شهبندرا للتجار بالفعل، فلا يوجد في هذه المدينة من هو أغنى مني أو أكثر مالا. ونظر إلى نفسه في مرآته بإعجاب وقال: ولا يوجد أيضا من هو أكثر وسامة مني في كل هذه المدينة، ومن كان في مثل غناي ووسامتي حق له أن يتزوج أجمل الجميلات وأبهى الفاتنات، ليس أقل من 6 الحسن والجمال. ترى أين أجد مثل هذه الفتاة لتكون عروساً لشهبندر التجار؟ وتذكر أمين أن الناس جميعاً كانوا يتحدثون عن ابنة الحطاب ويقولون أنها أجمل الجميلات والحسناوات، وأن العين لم تقع على مثيل لها في جمالها بالرغم من فقر والدها وكونه ليس أميراً ولا وزيراً. قال أمين لنفسه مختالاً: فلأذهب إلى ابنة الحطاب في الحال، فإن كانت كما يصفها الناس فسوف أخطبها من والدها. وأمر خدمه في الحال فأتوا بالسلال وملؤوها بأندر الحرائر وأجمل الملابس وبالحلي والمجوهرات من كل الأنواع، وحملوها فوق ظهور البغال، وتقدمهم أمين نحو منزل الحطاب. وكان الحطاب الفقير يعيش في كوخ صغير يقع على حدود الغابة، فيمضي نهاره في قطع الأخشاب، وتساعده ابنته الجميلة في تحميلها فوق عربته الصغيرة التي لا جواد ولا حمار لها، فيجرها الحطاب إلى سوق المدينة ويبيع حطبها ويشتري بثمنه ما يحتاجه هو وابنته الوحيدة اليتيمة الأم. وعندما وصل أمين إلى كوخ الحطاب كان بابه مفتوحا، فأطل بداخله ولم يشاهد أحدا فيه، وكل ما رآه فراشان من جلد الماعز الخشن للحطاب وابنته، ووعاءان للطعام ومقعدان للجلوس ومنضدة ولمبة، ولا شيء آخر داخل الكوخ الصغير. وأمر أمين خدمه فساقوا البغال خلفه إلى الغابة القريبة، وعندما دنا أمين من حافتها شاهد ابنة الحطاب وهي ترص الحطب فوق عربة والدها غير منتبهة إلى قدوم أمين، وقد راحت تغني بصوت رقيق كأنها لا تحمل للدنيا همّا ولا يسبب لها فقر والدها حزنا. وعندما شاهد أمين ابنة الحطاب وسمع غناءها وقف مبهورا وراقبها مفتونا وأنصت إليها مذهولا، فقد كانت جميلة جمالا لم تقع العين على شبيه له في أي مكان، ولم تروي القصص والأساطير عن مثيل له في أي زمان. فقد كانت ابنة الحطاب معتدلة القوام لا نقص فيها ولا زيادة، قدها كأنه غصن البان، خفيفة رشيقة كأنها فراشة تمرح في حديقة، أما وجهها فكان سبحان الخلاق، عيناها لوزيتان فيهما كل الألوان،
وشفتاها ناضجتان كأنهما حبات الرمان، وأنفها دقيق صغير كأنها من الأميرات، وكان شعرها مثل سلوك الذهب ينسدل فوق كتفيها، وتطوحه النسائم حول وجهها، أما صوتها فكان عذبا شجيا كتغريد البلابل أو زقزقة العصافير وقت الربيع. فتن أمين برؤية ابنة الحطاب بالرغم من ملابسها المتواضعة الفقيرة، وأذهله حسنها الذي لم يصادف مثله في أي مكان، فوقف مذهولا حتى أنه لم يقدر على النطق أو الحركة. وعندما شاهدته ابنة الحطاب أصابها الحياء وتورد وجهها بحمرة الخجل، وتوارت خلف عربة الحطب، وأقبل والدها نحو أمين وسأله عما يريد، فأجابه: أيها الحطاب الطيب، لقد جئت طالبا يد ابنتك وأريدها أن تكون عروسي منذ الساعة. تأمل الحطاب الفقير أمين ولاحظ ثيابه الغالية وجواهره الثمينة وعطوره النادرة، وقال له: ولكنك لم تخبرني من تكون أيها الشاب. أجابه أمين: وهل يوجد إنسان لا يعرف شهبندر التجار؟ قال الحطاب: أنت إذن أمين شهبندر التجار وابن شهبندر التجار. قال أمين: نعم أنا هو، ولا بد أنك سمعت الكثير عن ثرائي، فأنا أملك من المال ما لا يملكه إنسان، ومن الجواهر ما لا تجده في أي مكان، ومن الحرير والأقمشة ما يملأ ألف دكان، ومن القصور أفخمها، ومن الأرض أجودها. سأله الحطاب: وماذا سيكون مهرك لابنتي؟ أجاب أمين: أطلب ما تشاء أيها الحطاب، وكل ما تطلبه سألبيه لك في الحال، فلا شيء في هذه الدنيا لا أملكه، إن طلبت قصرا أهديته لك، وإن طلبت مالا وهبته لك، وإن طلبت جواهر منحتها لك، أما الحرائر والملابس فاغترف منها ما تشاء بلا حساب. وكشف عن السلال فوق ظهور البغال، فظهر فيها مال كثير، وذهب وفضة وجواهر ولآلئ، وملابس وحرائر، وكل ما يشتهيه الإنسان. ولكن الحطاب الفقير لم يجذبه منظر السلال أو الجواهر والمال، وقال لأمين: كل هذا لا يفيد، لقد تقدم 1000 عريس يطلبون يد ابنتي، وكانوا يملكون الكثير الكثير، ولكن ليس هذا ما يطلبه حطاب فقير يرغب في تزويج ابنته. تعجب أمين وقال: وماذا تطلب إذن أيها الحطاب؟ إن كنت تريد مالاً أكثر فهو عندي، فإن شئت جئتك بما يملأ كوخك ويفيض، وإن رغبت في الجواهر أعطيتك منها ما يملأ خزائن ملك أو أمير، أما إذا أردت أرضاً وهبتك منها ما تمرح فيها الخيل فلا تبلغ نهايتها قبل نهار. قال الحطاب: كل هذا لا قيمة له عندي، وقد عرض آخرون عظماء وأثرياء وزراء وأمراء أن يمنح ابنتي ما عرضته وأكثر، ولكن ليس هذا هو ما تطلبه ابنتي. زادت دهشة أمين وحيرته، وتطلع نحو ابنة الحطاب الفاتنة الجمال وسألها:
وماذا تطلبين مهرا لك أيتها الحسناء الفاتنة والدرة الغالية؟ ابتسمت ابنة الحطاب وأشرق وجهها كأنه شمس تشرق من وراء السحاب أو قمر يغمر السماء بالضياء، وتعطر الهواء بأنفاسها وهي تقول: ما أريده هو الجوهرة الغالية. قال أمين مندهشا: وأين أجد هذه الجوهرة؟ أجابته ابنة الحطاب: إنك ستجدها في كل مكان، فقط عليك أن تدرك قيمتها حتى تجد نفسك قد امتلكتها. تحير أمين وظهر العجب على وجهه، وسأل ابنة الحطاب: وأين أستطيع شراء مثل تلك الجوهرة الغالية؟ فأجابته: هذه الجوهرة بالذات لا يمكن لإنسان شراؤها في أي مكان. قال أمين بحيرة أكبر: ومن أين إذن سأحصل عليها إن لم أشترها؟ ربت الحطاب الفقير على كتف أمين وقال له: هذا هو السؤال الذي لا يمكن أن يجيب عليه إنسان غيرك، فاذهب يا بني وعد متى امتلكت الجوهرة الغالية. فأطرق أمين برأسه حزينا، وركبه الغم وكساه الحزن، وعاد إلى قصره ومعه خدمه وسلاله وجواهره وماله، وقد تعلق قلبه بابنة الحطاب ووقع في حبها، فلم يهنأ له بعدها طعام ولا شراب، وفي كل لحظة كان يسأل نفسه: من أين يمكن للإنسان أن يحصل على هذه الجوهرة الغالية؟ لو كنت أعرف مكانها أو من يبيعها لدفعت فيها كل ما أملك. ثم تذكر قول ابنة الحطاب بأن هذه الجوهرة لا تباع ولا تشترى، فأدركه اليأس واستولت عليه الحيرة في كيفية الحصول على تلك الجوهرة الثمينة. وقرر أمين السفر والترحال، فشد الرحال وسافر إلى كل البلاد القريبة والبعيدة بحثا عن الجوهرة الغالية بدون أن يعثر لها على مكان. فعاد حزينا متألما، وبعث من يسأل عن أحوال ابنة الحطاب، فوجدها لا تزال لم يخطبها إنسان، وتشترط أولا أن يأتيها خاطبها بالجوهرة الغالية، أيا كان حطابا فقيرا أو شهبندرا للتجار. وذات ليلة كان أمين ساهرا في شرفة قصره، وقد استولى عليه الأرق وجفاه النوم، وهو يفكر في الجوهرة الغالية التي تشترطها ابنة الحطاب لزواجها. وخارج القصر فجأة برق البرق ودو الرعد وسقط المطر غزيرا، وأسرع الناس يحتمون في منازلهم من المطر والبرد، حتى فرغت الطرقات من الناس الذين هربوا إلى فراشهم طلبا للدفء والنوم. ولكن أمينا ظل على جلسته في مكانه لا يحس بمطر ولا برد. وفجأة طرق باب القصر، فانتبه أمين مدهوشا وقال لنفسه: ترى من الطارق؟ وماذا يريد في هذا الجو العاصف؟ وفتح الخدم الباب فشاهد شيخا عجوزا مغضنا الوجه محني الظهر، تبللت ملابسه ولحيته بالماء، وحمل فوق ظهره صرة كبيرة. سأل الخدم الشيخ بخشونة: ماذا تريد أيها الرجل؟
فارتجف الشيخ العجوز وقال: لست أريد غير قليل من الدفء والطعام، فإنني رجل غريب عن هذا المكان، وقد أضناني الجوع وآلمني البرد، وليس لي مأوى ألجأ إليه. دفع الخدم الشيخ العجوز بأيديهم وصاحوا فيه غاضبين: اذهب عنا أيها المتسول، فليس هذا القصر ملجأ لك ولأمثالك. ولكن أمين تقدم نحو الرجل العجوز وقال له: ادخل أيها الرجل، وأمر خدمه بأن يبدل ثياب العجوز بأخرى جافة وأن يطعموه ويحسنوا معاملته، فدعا له العجوز شاكرا. وعندما بدل العجوز ملابسه وتناول عشاءه جلس أمام المدفأة متلذذا بالدفء، فسأله أمين: أيها الرجل العجوز، لقد قطعت من الدنيا أعواما طويلة، ولديك من الخبرة معارف كثيرة، ولابد أنك تعرف أين توجد الجوهرة الغالية، فدلني على مكانها وأمنحك ما تشاء. أجاب العجوز: إن الجوهرة الغالية في كل مكان، فقط عليك أن تدرك قيمتها حتى تجد نفسك قد امتلكتها. تعجب أمين وقال للشيخ العجوز: هذا هو ما قالته ابنة الخطاب، ولكن أرجوك أن تزيدني إيضاحا. تثاءب العجوز وقال: ليس عندي ما أزيده أكثر مما قلته، والآن يجب أن أنام بعد أن أطمئن على أشيائي وممتلكاتي. وفتح الرجل العجوز سرته فشاهد أمين فيها أشياء عديدة لا قيمة لها، أوراقا قديمة وأسمالا، ولكنه لمح شيئا يبرق داخل السرة كأنه شمس صغيرة أو نجمة، ويتألق البريق منه بنور باهر. ذهل أمين وقال لنفسه: لابد أن هذه هي الجوهرة الغالية، فلا توجد جوهرة في العالم تبرق مثل هذه الجوهرة. وهتف في الشيخ العجوز: أيها الرجل، هل تبيعني تلك الجوهرة التي تبرق في سرتك؟ أجابه الشيخ العجوز: هذه الجوهرة لا أستطيع بيعها ولا بكنوز الدنيا. ونام العجوز بعد أن أسند رأسه فوق سرته، فكظم أمين غيظه وقال لنفسه: هذا العجوز الخبيث، إنه يدعي بعدم معرفته بمكان الجوهرة الغالية لأنه يملكها، وهو يرفض أن يبيعها لي بأي ثمن، إذن فسوف أحصل عليها بلا مال. وانتظر حتى اطمأن إلى استغراق العجوز في نومه، فمد يده نحو سرته وفتحها بكل حذر وأخرج منها الجوهرة، وأخذ يتأملها مبهورا، فقد كانت جوهرة كبيرة عجيبة لم يشاهد مثلها في أي مكان، حجمها مثل التفاحة أو البرتقالة الكبيرة، تلمع كأنها ألماس، ويصدر عنها بريق متوهج بكل الألوان حتى تكاد تعمي الأبصار بسبب وهجها وبريقها. وأخفى أمين الجوهرة تحت وسادته ونام مسرورا وهو يتعجل شروق الشمس. وفي الصباح غادر الشيخ العجوز المكان بدون أن يبحث في سرته عن جوهرته، فقال أمين في نفسه مبتهجا: الآن صارت الجوهرة ملكي، فلأسرع بها إلى ابنة الخطاب. وأخرج الجوهرة من تحت وسادته
ولكن عجبا، ماذا حدث للجوهرة؟ ولماذا انطفأ بريقها وخبى ولم يعد يصدر منها أي بريق أو شعاع، كأنها قطعة من الزجاج؟ صاح أمين مذهولا: ماذا جرى للجوهرة؟ ما الذي حدث لها وأطفأ بريقها فصارت عديمة القيمة؟ وفي نفس اللحظة دخل حراس القصر صارخين: أدركنا يا سيدنا، لقد نهب اللصوص الخزائن في الليل فسرقوا ما فيها من مال وجواهر، وحطموا أبواب الدكاكين والأقفال، وسرقوا منها البضائع والأحمال. وقبل أن يجيب أمين بشيء اندفع مزارعو أرضه إلى قصره وصاحوا مفزوعين: أغثنا يا سيدنا، لقد شبت الحرائق في أرضك فأهلكت الزرع وأحرقت الماشية وتركت الأرض خرابا قفرا ينعق عليها البوم. وفي نفس اللحظة حدثت رجة في المكان وزلزلة هائلة، فاهتزت جدران القصر وانقلبت الموائد وتبعثرت المقاعد، فصرخ الخدم مفزوعين: أنجدنا يا سيدنا، إن القصر يتعرض لزلزال ويوشك أن يسقط في الحال. واندفع الجميع هاربين قبل أن يقع القصر فوق رؤوسهم، وفي لحظات تحول القصر إلى كومة من الأحجار والتراب، فامتلأت عينا أمين بالدموع وأجهش بالبكاء وقال لنفسه: لقد خسرت كل شيء، البضائع والمال والأرض والقصر، لقد صرت فقيرا لا أملك أكثر مما أرتديه من ملابس. وتأمل الجوهرة التي سرقها من الشيخ العجوز وقال حزينا متألما: وحتى هذه الجوهرة لم تعد تساوي شيئا، لقد صرت فقيرا جدا، أفقر من أي إنسان، ولا بد أن ما حدث لي كان بسبب سرقتي للجوهرة وخيانتي للأمانة. لقد أوصاني والدي وصايا عديدة لم أنفذها، فقد نهاني عن المال الحرام لأنه يذهب بالحلال، فلم أسمع وصيته فضاع مني كل ما أملكه. ونظر حوله حزينا فشاهد الخرائب والدمار حوله في كل الأنحاء، فقال حزينا: لم يعد لي بقاء في هذا المكان، فلأذهب بحثا عن ذلك الشيخ العجوز وأرد له جوهرته، على ذلك يخفف من ذنبي ويسامحني ربي. وسأل خدمه: أين اتجه العجوز الذي قضى الليل في القصر قبل هدمه؟ فأخبروه بجهة الشيخ، فأخفى أمين الجوهرة في صدره وأسرع يقتفي أثر الشيخ العجوز ليردها له. قضى أمين أياما طويلة وهو يبحث عن الشيخ العجوز بدون أن يعثر له على أثر أو يعرف وجهته، وأدركه التعب ولم يكن قد ارتاح إلا ساعات قليلة، ولم يأكل غير لقيمات قليلة اشتراها بآخر درهم كان في جيبه. وسقط من الجوع والإعياء، فتلقفه رجل عليه ملامح الطيبة وقال له: ما بالك يا بني، إنك تبدو متعبا مكدورا، فتعال واسترح في بيتي، فإنني أعيش فيه وحدي، فليس لي أحد في الدنيا غير ابن يعيش بعيدا عني في أطراف المدينة. وأخذه الرجل إلى بيته فأطعمه وأرقده فوق فراشه، فنام أمين في الحال لشدة تعبه. وفي الصباح استيقظ نشيطا وهو يحس بالقوة والصحة،
ونادى على صاحب البيت فلم يسمع رداً، فاندهش وذهب يبحث عنه، فوجده راقداً أمام خزانته وقد فارقته الحياة. فبكاه أمين وقال: يا للرجل المسكين، لولاي ما أحس إنسان بموته أو شعر بنهايته. ووقعت عيناه على خزانة الرجل الميت وكانت مفتوحة، فشاهد فيها أمين مالا كثيرا وذهبا وفضة وجواهر ولآلئ تساوي ثروة عظيمة. ولكن أمين أغمض عينيه عن تلك الأشياء ونهض في الحال، فدفن الرجل الميت وحمل كل ما وجده في خزانة الرجل الذي آواه وسأل عن ابنه حتى وجده، فسلمه كل ما كان في خزانة والده. فاندهش الابن وقال لأمين: إنك شاب أمين حقاً وتستحق المكافأة، سأمنحك من مال والدي 100 دينار. ولكن أميناً رفض أن يكافأ على أمانته وغادر المدينة وظل سائراً يبحث عن الشيخ العجوز صاحب الجوهرة حتى أصابه التعب، فجلس يستريح في ظل شجرة ووقع بصره على الجوهرة فأدهشه تغير حالها، فقد بدأت تلمع بضوء أصفر شاحب كأنه ضوء النجوم البعيدة. وفي المساء شاهد أمين قافلة حاكم البلاد من الجياد والجمال والبغال، وقد ارتصت فوقها السلال والأحمال، وجنود كثيرون يقومون بحمايتها وحراستها. وشرد أحد البغال عن القافلة بدون أن ينتبه إليه الحراس بسبب الظلام، فاقترب من أمين وأسقط ما كان يحمله فوق ظهره، فتبعثر من السلال ذهب وفضة ودنانير ومال كثير. نهض أمين بسرعة وأعاد السلال فوق ظهر البغل وعبأها بما سقط منها، وقاد البغل بسرعة خلف القافلة، فلحقها بعد وقت وأخبر قائدها بما كان من البغل الشارد. فنظر قائد القافلة لأمين بإعجاب وقال: إنك شاب أمين حقا وتستحق المكافأة، سأمنحك 1000 دينار جزاء لك على أمانتك. ولكن أمين رفض أن ينال مكافأة عن أمانته غير حفنة من التمر يشبع بها جوعه وزجاجة ماء يروي بها عطشه. ومرة أخرى وقع بصر أمين على الجوهرة فوجدها وقد زاد بريقها وبدأت تلتمع كأنها شمس الشتاء الباردة. فقضى أمين أياماً أخرى في بحثه، واشتد به الضعف والهزال بدون أن يعثر لصاحب الجوهرة على أثر، وأحس بالجوع يفري أمعاءه، وأمطرت السماء مطراً شديداً كأنه السيل، وبرد الجو برداً لا مثيل له، فارتجف أمين من شدة البرد، وتقلصت أمعاؤه من قسوة الجوع، وغرقت ثيابه في المطر وقدماه في الوحل، وشاهد على البعد كوخاً كبيراً تشع النار من داخله، ويبين أن قوماً يستدفئون فيه، فأسرع أمين نحوه وطرق بابه، فانفتح الباب، وشاهد أمين بالداخل قوماً يأكلون ويشربون ويستدفئون بالحطب، وهم لاهون سعداء، وسأل أحدهم: ماذا تريد أيها الشاب؟
أجابه أمين منكسرا: لست أريد غير كسرة خبز وقليل من الدفء، وأرجو أن تأويني إلى الصباح في هذا الكوخ الدافئ لأحتمي من ماء المطر وبرده. ولكن الرجل دفعه في صدره بخشونة وقال: ابتعد أيها المتسول، ليس هذا المكان لأمثالك، فلا دفء لك هنا ولا طعام. وأغلق الرجل الباب بوجه أمين، فتبللت عيناه بالدموع، وقال لنفسه نادما: إنني أستحق هذه المعاملة، فكم من مرة أغلقت بابي في وجوه الجوع والمساكين، وتركت نفسي أنعم بالطعام والدفء دون أن أفكر في غيري من الجائعين والمقرورين. الآن فقط أدركت قيمة وصية والدي، ترى بماذا أغناني مالي؟ فقد ضاع كله ولم يبقى منه شيء، ولو كنت قدمت عملا صالحا لرد إلي ونفعني. قال لي والدي من قبل أن الصدقة تزيد مال الإنسان، وقد أضعت مالي ببخلي وشحي وعدم أمانتي. وواصل سيره تحت المطر في الأوحال، وظهر له على البعد قصر عظيم ينم عن أن صاحبه ملك أو أمير. فلجأ أمين إليه، وخشي أن يطرق بابه لئلا يطرده خدمه، فجلس تحت شرفته محتميا من المطر. وفجأة انفتح باب القصر، وأطل منه بعض الخدم وقالوا لأمين مندهشين: لماذا لم تطرق الباب أيها الشاب؟ فما أغلق صاحب القصر بابه أمام سائل أو محتاج، فقد كان هو أيضا فقيرا وأغناه الله، فصارت له القصور والضياع، ولكنه لم ينسى أبدا مكانه. ولولا أن رأيناك من نوافذ القصر لربما مت جوعا أو بردا. وأخذوا أمين إلى الداخل، فألبسوه ثيابا جافة غالية، وأطعموه طعاما ساخنا لذيذا، وأرقدوه فوق فراش من ريش النعام. فزاد تعجب أمين وطلب مقابلة صاحب القصر. فلما دخل حجرته وشاهد هيئته عرفه في الحال، فقد كان أحد الفقراء الذين اعتاد والده قبل وفاته التصدق عليهم، ولم يغلق يوما بابه في وجهه. قال صاحب القصر لأمين: إنني أرد لوالدك دينا في عنقي، فبعد الفقر رزقني الله الغنى، وبعد الجوع ملأني بالشبع، فسبحان مغير الأحوال، ورحم الله شهبندر التجار والدك، فلولاه لمت جوعا أو بردا في يوم من الأيام، وها أنا ذا أرد دينه إليك وإلى غيرك. فبكى أمين بكاء مرا، وتذكر والده ونصيحته وكيف تجاهلها وغلبه الطمع والجشع، في حين أن ذلك الرجل الغريب كان أبر منه في تنفيذ وصية والده. وفي الصباح غادر أمين القصر محملا بالزاد، وواصل تجواله بحثا عن صاحب الجوهرة، وساقته قدماه بعد أيام إلى خان كبير صاحبه يبين عليه الثراء، فطلب منه أمين أن يبيت ليلته عنده، ولكن صاحب الخان رفض أن يبيت أمين في خانه لعدم وجود مال معه. فافترش أمين الأرض بجوار سور الخان في المساء، ثم استيقظ مدهوشا في منتصف الليل على صوت غير عادي، وسمع بعض اللصوص يتشاورون لسرقة خزانة صاحب الخان وقتله بسبب بخله وشحه وتكديسه للذهب والمال. فأسرع أمين إلى صاحب الخان وأيقظه وأخبره بأمر اللصوص، فأمسك بهم مع خدمه
وساقهم إلى القاضي، ثم عاد لأمين باكيا وقال: لا أدري كيف أشكرك أيها الشاب، لقد أنقذت حياتي ومالي في حين أنني بخلت عليك بحجرة في خاني. إنني لا أدري كيف أكافئك أيها الشاب الأمين الكريم. قال أمين: فلتكن مكافأتك لي هي أن يكون بابك مفتوحا لكل طالب أو مسكين، ولا تكتنز من المال ما يفيض عن حاجتك، وإلا عاد عليك بالضرر. وغادر أمين المكان وهو لا يزال يبحث عن العجوز صاحب الجوهرة ليردها له، وانتبه مندهشا إلى أن الجوهرة عادت تضوي كما كانت وتتألق بكل الألوان كأنها شمس صغيرة أو نجمة متألقة، فتهلل وجه أمين وهتف بفرحة: لقد عادت الجوهرة كما كانت، حمدا لله، ترى أين هو صاحبها لأردها له؟ وقبل أن يكمل أمين عبارته شاهد الشيخ العجوز صاحب الجوهرة وهو يسير على مقربة وسرته فوق ظهره، فأشرق وجه أمين وتهلل وأسرع نحو الشيخ العجوز وقال له: سامحني أيها الشيخ الطيب، لقد سرقت منك ما كان لك وأخذت ما ليس لي، فاسترد جوهرتك، فقد علمتني درسا لن أنساه في حياتي أبدا. وأعاد الجوهرة إلى الشيخ العجوز، فربت الشيخ فوق كتف أمين وقال له: شكرا لك أيها الشاب، قليلون من نجحوا في الاختبار وأعادوا الجوهرة إلى صاحبها، فأسرع إلى قصرك وبلدك فسوف تجد هناك ما يسرك. قال أمين حزينا: لم يعد لي في بلدي قصر ولا دكان، فقد أضاعهما المال الحرام، فما حاجتي للعودة إلى هناك؟ أجابه الشيخ العجوز: إن كان المال الحرام يضيع الحلال، فإن الأمانة والاستقامة تعيداه. وابتعد الشيخ العجوز بالجوهرة، واندهش أمين أكثر ولم يفهم ما قاله الشيخ، ولكنه أسرع من فوره عائدا إلى بلده. وعندما وصل أمين إلى هناك أدهشه ما رأى وأذهله ما سمع، فقد كان في مكان قصره المهدم قصر أكبر وأعظم، وفي مكان أرضه المحترقة محاصيل وزرع ومواشي، وفي موضع دكاكينه المنهوبة بضائع وحوائج كثيرة. فاندهش أمين وأسرع إلى رئيس خدمه وسأله مذهولا عما جرى، فأجابه رئيس الخدم: لقد طالت غيبتك يا سيدي، وأثناءها قبضت الشرطة على من سرق خزائنك وبضاعتك وأعادها القاضي إلينا، فبنينا منها قصرا أعظم مما كان، وعمرنا أرضك في كل الأركان، وأعدنا تجارتك وبضاعتك، وتاجرنا بالحلال، فزاد المال عما كان أضعافا. لم يصدق أمين أذنيه وشكر رئيس خدمه على أمانته وكافأه مكافأة حسنة، ثم سجد لله في الحال ورفع يديه بالدعاء والشكر وذرف دموعا كثيرة، وأمر منذ تلك اللحظة ألا يغلق بابه في وجه جائع أو محتاج أو طالب مال وكساء، وطلب من خدمه ألا يبيع بضائعه إلا بأقل الأسعار، وأن يتبعوا الأمانة في كل معاملاتهم. وعندما تذكر أمين بن الخطاب وكيف فشل في إحضار الجوهرة الغالية لها
أحس بالحزن والأسى، وفي نفس اللحظة دخل رئيس خدمه ومعه الجوهرة الثمينة وقال لأمين: يا سيدي، لقد مر شيخ عجوز بقصرك منذ لحظة وأمرني أن أعطيك هذه الجوهرة، وقال إنها مكافأته لك. فذهل أمين وأسرع يبحث عن العجوز بلا فائدة، فعرف أنه اختفى ولن يعود مرة ثانية، فحمل الجوهرة وأسرع بها إلى ابنة الحطاب، وكانت في مكانها مع والدها يرصان الحطب فوق العربة كأنما لم يتغير شيء عما كان. قال أمين لابنة الحطاب: أيتها الفتاة الكريمة، ها هي جوهرتك الغالية التي طلبتها مهراً لمن يريدك زوجة له. ومد الجوهرة المتألقة إليها فزاد ضياؤها كأنها شمس الصيف تعمي العينين، ولكن ابنة الحطاب هزت رأسها وقالت: ليست هذه هي الجوهرة الغالية. فشحب وجه أمين وقال: ولكن كيف؟ إنها أثمن جوهرة في العالم كله، ولا مثيل لها في أي مكان. ابتسمت ابنة الحطاب وقالت: بل هناك جوهرة أغلى منها وأنت تملكها، فهذا ما تدل عليه تلك الجوهرة المشعة بين يديك. وأشارت إلى صدر أمين وقالت: إن الجوهرة الغالية التي طلبتها منك هي قلبك، فهي أغلى جوهرة. فتذكر أمين ما قالته ابنة الحطاب من قبل، بأن الجوهرة الغالية التي تطلبها موجودة في كل مكان ولا يمكن شراؤها بالمال، فتعجب وقال: كيف لم أنتبه إلى ما كنت تقصدين؟ أجابت ابنة الحطاب: لأنك لم تكن تدرك وقتها قيمة تلك الجوهرة ولم تكن تملكها، فالقلب الأناني المليء بالغرور والأطماع وحب الدنيا والمال لا يساوي شيئاً، فهو أشبه بقطعة زجاج كالتي صارت إليه جوهرتك التي تمسكها في يدك عندما أخذتها من الشيخ العجوز. أما القلب النقي العامر بالأمانة والفضيلة والإيمان وحب الخير والناس وكل الصفات الطيبة، فهو جوهرة حقيقية لا يساويها مال الدنيا، وهو ما كنت أطلبه دائما ولم ينتبه له أي إنسان، وظنوا أني أبحث عن جوهرة أخرى. ولكن ابنة الحطاب لا تطلب من زوجها مالا ولا ذهبا ولا فضة أو قصرا، فهي لا تريد غير زوج نقي يخاف الله ويسعى في الدنيا بالخير. فابتهج أمين وقال: يا لك من فتاة طاهرة نقية، وما أسعدني بالزواج منك. وتزوج أمين من ابنة الحطاب وعاشا عمرهما كله في سعادة، وأعادا كل ما كان يفعله شهبندر التجار وزوجته من فعل الخير لكل الناس واتباع الفضيلة.